خير أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة المعلومات الطبية من مستشفى مركز مكة الطبي. ضيفنا لهذا اليوم دكتور خالد حسن مصالحي، استشاري أمراض الصدرية وطب النوم من مستشفى مركز مكة الطبي. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا، الله يسلمك إن شاء الله. بالطبع موضوعنا اليوم حيكون عن أمراض الصدرية وعن أكثر الأمراض انتشارا وهو مرض الربو، بس تحكينا عن أكثر الحالات اللي تشاهدها في عيادة أمراض الصدرية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا اكثر الامراض اللي نشاهدها هو الربو، والربو هو عباره عن حساسيه في نفس الشعب الهوائيه. الناس تخاف احيانا من كلمه ربو، فبعض الاطباء يفضلوا يقولوا حساسيه الصدر خوفا من انهم يعني يخافوا حقيقه من الكلمه هذه، ولكن هي واحده، الربو وحساسيه الصدر واحده. ماذا نعني بحساسيه الصدر او الربو؟ لو اخذنا هذا المقطع، طبعا هذه رئه وهذه رئه، هنا القصبه الهوائيه. القصبة الهوائية تتفرع إلى يمين ويسار من القصبات الهوائية، ثم بعد ذلك تتفرع إلى قصيبات هوائية صغيرة، ثم تتفرع إلى حويصلات هوائية. الحويصلات الهوائية هي التي يحدث فيها تغير الغازات الأكسجين ودخول الأكسجين وخروج أو طرد ثاني أكسيد الكربون. ما يحصل بالضبط هو التهاب في داخل الشعب الهوائية. لو أخذنا مقطع مثلا، لو أخذنا قلنا إنه فرضا هذا هو الشعب الهوائية، ربنا خلق الإنسان بطريقة محكمة بحيث إنه هنا يوجد غشاء مبطن. الغشاء المبطن هذا من مؤثرات خارجية أو داخلية ممكن يلتهب، فإذا التهب وأصبح يشكل إحمرار بالإضافة إلى تورم نفس العضلة الخلفية للغشاء المخاطي، ما يحصل هو أن يتضيق مجرى الهواء، يضيق، فالهواء الذي يدخل إلى الرئتين يكون قليل وضيق في مكان ضيق، فمنه تبدأ تظهر الأعراض. الأعراض الأساسية بتكون طبعا الصفير، الكحة، الكتمة، ضيق النفس، بالإضافة إلى بعض الناس تشتكي من آلام في الصدر، ولكن أكثر الأعراض اللي هي الكحة وضيق الصدر. هل هو معدي؟ أو وراثي؟ لا، الربو غير معدي، ولكن طبعا توجد عوامل وراثية وتوجد عوامل بيئية. العوامل الوراثية لا نقصد بالوراثة بأنها مثل ما يتكون عند الإنسان أو يأخذ الصفات الوراثية من الأب والأم مثل لون العين أو فئة الدم، لا، ما نقصد به وراثيا أنه ممكن يكون في العائلة، فلو يوجد أب أو أم أو الاثنين معا عندهم حساسية في الصدر فممكن يحصل عند الطفل، ممكن يحصل عنده. طب ممكن يكون مزمن يتطلب علاج طول مدى العمر؟ نعم، ممكن يحصل ويكون مزمن. يعتمد، الربو يقسم ممكن إلى ربو خفيف، متوسط، شديد. يعتمد هل الإنسان بيهمل نفسه في البداية، لأنه ممكن يكون فقط الربو بعرض واحد وهو الكحة، فإذا وجد الإنسان أن الكحة تستمر معه، ذهب إلى الطبيب عدة مرات، أخذ شراب للكحة، أخذ أدوية وما تحسن، فالأفضل أنه يعود ويراجع الطبيب، ويفضل أن يكون مختص حتى يستطيع أن يحدد هل هو هذا ربو أو غير ربو. طيب الربو أو حساسية الصدر، شو العلاقة بينه وبين حساسية الأنف وحساسية الجلد؟ هناك علاقة كبيرة ما بين حساسية الأنف وحساسية الصدر، فكلما يثار الأنف أو يصاب بالزكام عند بعض الناس ممكن يصاب الصدر. فوجد في الدراسات أن 80% ممن عندهم حساسية في الأنف ممكن يصابوا بحساسية الصدر، و 20% اللي عندهم حساسية في الصدر ممكن يصابوا بحساسية الأنف. فهناك علاقة، ولكن العلاقة ممكن بنسب مختلفة عند بعض الناس، وطبعا هناك مؤثرات خارجية هي التي تثيرها، طبعا مثل الغبار، مثل روائح العطور، البخور، ممكن التدخين. نعم، التدخين، التدخين من العوامل الأساسية، صحيح. بعدين وجود المرأة الحامل عندما تدخن ممكن أن يأتي طفلها بحساسية الصدر، وارد هذا الأمر. الأمر الآخر، هناك في عدة تسمى عدة الغبار، تكون موجودة أحيانا في بعض المفروشات، في السجاد، في الستائر، ممكن أن تكون، وطبعا هذه تعيش أكثر في الهواء الرطب.
فكل هذه المؤثرات ممكن تثير، فهناك مؤثرات خارجية وهناك مؤثرات داخلية إفراز بعض الخلايا، كلها تصب أو تقود إلى تهيج مجرى الهواء الشعب الهوائية. فإذا هاجت الشعب الهوائية تنتقل من الفتحة الواسعة اللي احنا قلنا قبل كده، لو فرضنا أخذنا المنظر الآخر، هذه طبعا الشعب الهوائية، هنا يوجد ضيق، لكن لو أخذنا المنظر اللي قبله فنجد أنها واسعة حقيقة، ما تجد فيها أي يعني هنا الآن موجود الفتحة هذه تجدها واسعة، لكن مع الالتهاب تبدأ بالضيق نتيجة من إفرازات طبعا، وهي ممكن منها يسبب البلغم ويسبب ضيق النفس حقيقة والكحة. طيب نحكي عن دور البخاخات، خصوصا ان كثير من الناس بتخوفوا من استخدامها، بيعتبروها انها لو استخدمناها انها ممكن تعملنا ادمان عليها، شو صحة هذا الكلام؟ البخاخات عندنا نوعين، نوع نسميه وقائي، طيب، وهو اللي يحتوي على مادة الكورتيزون، وهو اللي قدر يعني هو اللي يعالج الالتهاب، وبخاخ اخر اللي هو موسع للشعب الهوائية. فلو أخذنا مثلاً البخاخ الموسع للشعب الهوائية، هذا البخاخ بمجرد ما يأخذه الإنسان أثناء الكحة أو أثناء الأعراض، كل اللي حيعمله إذا بخ منه الفتحة نفسها تكون ضيقة تتسع، لكن بعد 3 إلى 4 ساعات ترجع تضيق مرة ثانية. لماذا؟ لأنه لا يوجد به الخاصية التي تودي الالتهاب في نفس الغشاء المخاطي. ما يودي الالتهاب هو الأدوية أو البخاخات الأخرى اللي هي وقائية، وهي اللي تحتوي على مادة الكورتيزون. والناس تتخوف من الكورتيزون يعني بمجرد أن تسمع باسمه حقيقة تخاف، والسبب هو اعتقاد أنه يعني له مضرة. الحقيقة هو له مضرة ولكن ليس على البخاخات، البخاخات جدا قليل يعني تأثيرها بالنسبة كمضاعفات، لأنه أغلب البخاخات بتقع في نفس الشعب الهوائية. طيب، فهنا حدوثها سببه أو العمل تبعها إنها تودي الالتهاب وتحافظ على مجرى التنفس، مجرى التهوية يكون واسع. فعشان كده لابد إنه يأخذ الإنسان بانتظام على الأقل يوميا ولو مرة واحدة، في حالة إنه متحسن بالنسبة له. في البداية طبعاً نبدأ بختين الصباح بختين المساء على حسب الحالة وشدتها، لكن بعد كده ممكن نقلل الجرعة مع زيارة الطبيب حقيقة ومراجعة المريض، نشوف كيف وضعه. لكن العلاج الأساسي لالتهاب الشعب الهوائية الربو وحساسية الصدر يعتمد على البخاخات، والبخاخات كما قلنا نوعين، نوع اللي هو وقائي ونوع موسع للشعب الهوائية. طيب هل يعتبر، طبعا احنا حكينا التدخين سبب من اسباب الربو، بس تعطينا نصيحة للاباء والامهات اللي بيدخنوا في المنزل خصوصا، تأثير ذلك على اطفالهم؟ يعني الحقيقة التدخين من البلاء اللي ابتلي به الانسان في الزمن هذا، طبعا له مضار كثيرة والضرر يكون اكثر على الابناء على الاطفال. فلو وجد اب مدخن او ام مدخنة يعني قطعا الاولاد حيصيبهم، مو شرط يكون الا حساسيه في الصدر، ممكن يكون حساسيه في الانف، ممكن نتيجه من التدخين السلبي تتكرر عندهم الالتهابات الصدريه، التهاب رئويه ممكن يحصل عندهم خاصه صغار السن. وهذا طبعا يقود الى ان الطفل كل بعد فتره والديه ياخذوه الى المستشفى بالتهاب رئوي او بحساسيه صدر ثم يعود مره ثانيه. فمن الافضل أن الأب أو الأم طبعا لا يدخنوا أبدا، وإذا ابتلوا بهذا الشيء لابد أن يدخنوا خارج البيت ولا يصلوا حقيقة إلى المنزل بالنسبة، ولا يدخنوا في المنزل بتاتا قطعا. طب نحكي عن مضاعفات مرض الربو أو حساسية الصدر في حال استخدام علاج أو غير العلاجات المستخدمة؟ أولا البخاخات والعلاجات للربو حقيقة الإنسان إذا استخدمها بطريقة كما شرح الطبيب وبنفس الجرعات اللي شرحها ما لها تأثير كثير. يعني أغلب البخاخات أولا لا تصيب الإدمان، يعني خطأ أن الناس تعتقد أن من يستخدم البخاخ يدمن عليه، فهذا خطأ كبير حقيقة، لأنه هو ليست إدمان، وإنما هل هناك احتياج أو غير احتياج. فإذا يحتاج الإنسان بناء على الطبيب لابد أنه يأخذه ويتابع معه. طبعا الضرر من البخاخ بالذات الكورتيزون هو جفاف في الحلق،
طيب فيتغلب على العرض هذا بمضمضة أو غرغرة بالماء العادي. طيب وهذا طبعا يعتبر وقائي البخاخ، أما بالنسبة للبخاخ الموسع للشعب الهوائية فيأخذ عند اللزوم. المضاعفات إذا ما استخدم الدواء وأهمل نفسه حتزيد الأعراض، فربما يكون عنده ربو بسيط فممكن ينتقل إلى متوسط، ممكن ينتقل إلى شديد. السبب في ذلك أن الشعب الهوائية مع تكرار الأعراض، مع تكرار المؤثرات وعدم استخدام العلاج، تبدأ تعمل تليف وتضيق، تضيق مجرى الهواء، مجرى التنفس يبدأ يضيق. في هذه الحالة حتى لو حاولت أنك أنت تعطي موسعات ربما ما هتكون مجدية بالشكل اللي لو جئت مبكرا إلى الطبيب. وهنا في هذه الحالة يضطر المريض أنه يذهب إلى الإسعاف، للطوارئ، لأخذ أكسجين، أخذ بخار بالنسبة للأدوية، بالإضافة إلى إبر عن طريق الوريد الكورتيزون، بالإضافة إلى حبوب يحتاج أنه يدخل إلى المستشفى ينوم، بعض الحالات تستدعي أن يدخل إلى العناية المركزة. فلذلك ننصح يعني جميع المرضى بأنه بمجرد ما يعرف أنه عنده حساسية في الصدر أو ربو مفترض أنه يتابع في العيادة، ومتابعة العيادة وزيارة الطبيب لا تقتصر على مرة واحدة الحقيقة، لابد، لأن الأمراض المزمنة لابد لها متابعة مباشرة، مثله مثل السكر، مثل الضغط. طيب فهذا أنا أنصح به أنه لابد يكون في متابعة كاملة بالنسبة لأي مريض، ويعتبر يعني حقيقة عند أطباء متخصصين في الصدر حتى يستطيعوا أنه يقتنع حقيقة بما يشرح له الطبيب. طب عرفنا أن عندك تخصص آخر دقيق اسمه طب النوم، ممكن تعطي لمشاهدينا فكرة عن هذا التخصص وإيش الأعراض اللي بيشعر فيها المريض عشان أو عشان يقدر يروح يزور عيادة طب النوم؟ ما شاء الله، طيب خير إن شاء الله. طب النوم يعنى بجميع الأمراض التي تؤثر على نوم الإنسان بشكل طبيعي، وهو ما يعرف باضطرابات النوم. طبعا هناك أمراض كثيرة، ولكن من أهمها يعني عالميا وحتى موجودة في السعودية بكثرة هو توقف التنفس أثناء النوم. وتوقف التنفس أثناء النوم يصاحب في أغلب الأحيان نقص في الأكسجين، وعندما ينام الإنسان وهو عنده نقص في الأكسجين أو عنده توقف في التنفس هذا له مضاعفات، ممكن يقود إلى جلطة في القلب، ممكن يقود إلى جلطة في الدماغ، ممكن يقود إلى سكر السكري، مرض السكري أو الضغط إذا كان ما عنده، ولو كان عنده فرضا أمراض مثل السكر والضغط ممكن أن يتفاقم حتى لا يفيد العلاج معاه. يمكن في ربما في علاج للشخير؟ نعم في علاج للشخير، يعتمد على ما هو سببه حقيقة. فتوقف التنفس هو من أكثر الأمراض شيوعا، وطبعا هذا لابد يعني من أعراضه الأساسية اللي هو الشخير، كثرة النعاس، الإنسان يكون ممكن جالس في مع ناس يتكلم في ميتينج، مقابلة شخصية أو في يتفرج تلفزيون مع أهله ينام، طبعا ينعس. أحيانا يكون طبعا في تكرار كثير تبول أثناء الليل، يقوم عدة مرات يعتقد أنه يكون من السكر لكن وجد أنه حتى من دون السكر، ما له علاقة بالسكر، ممكن يكون في يقوم الإنسان عدة مرات. في طبعا اللي هو الخنقة، يعني يقوم على شرقة من النوم. طيب أو أحد أهله يلاحظ أنه نفسه كان عالي يبدأ ينزل تدريجيا ثم يقف ثم يرجع مرة ثانية، وهذا ما يعرف بتوقف التنفس. طيب المشاهد يعني يكون أحد لاحظه. الشخير هو بيعتبر الشخير. نعم. الشخير هو الصوت الذي ينتج أي، لكن هذا توقف التنفس هو يعني تجد أن الإنسان نايم، تلاحظ الإنسان الآخر يلاحظه هو نايم أنه يأخذ نفسه باستمرار، بعد كده في لحظة كده للحظات يبدأ يتوقف التنفس ثم يعود مرة ثانية، فهذا ما يعرف بتوقف التنفس. إحنا عشان نعرف هذا الشيء لابد أنك تعمل فحص اسمه فحص النوم. فحص النوم هذا يعني أمر آخر يبغى له طبعا تروح للمستشفى. في سبب معين لهذا التوقف التنفس؟ في أسباب معين؟ في أسباب طبعا، أسباب كثيرة، من ضمنها طبعا خلقية بحيث أنه يكون مجرى الحلق عند الإنسان ضيق. طبعا السمنة أحد الأسباب الرئيسية حقيقة، في سواء في توقف التنفس أو في الربو أو في عدة أمراض أخرى. زيادة الوزن لها علاقة كبيرة، أحيانا كما ذكرنا الخلقية بالنسبة للفك وبالنسبة للحلق، أحيانا اللسان ربما يكون كبير، فالإنسان لما ينام
وخاصة على ظهره ممكن اللسان يسد مجرى التنفس مجرى الحلق حقيقة، فممكن يسبب هذا الأمر قلة دخول الهواء أثناء النوم. فلا بد إنه طبعا بمراجعة الطبيب ممكن إنه نعرف ما هو السبب بعد ما نعمل الفحوصات وأخذ طبعا التاريخ المرضي. تعطينا فكرة عن أبرز المشاكل والأمراض الخاصة باضطرابات النوم في العالم وفي السعودية خاصة؟ طبعا أكبر الأمراض أو أكثرها شيوعا هي توقف التنفس حقيقة، واللي هو طبعا يصاحب الشخير. هناك ما يعرف بزيادة النعاس أو زيادة النوم، وهذه لها أسباب كثيرة، ولكن يوجد عدة حالات يعني وجدناها في السعودية، وهو ما يعرف بالنوم القهري. فهذا الإنسان يأتي ممكن ينام في أي وقت في أي مكان في أي لحظة، يكون جالس سايق السيارة، يكون جالس في البيت ممكن ينام، حتى يكون ممكن هو بياكل ينام. طيب، فهذه طبعا لابد أنه يراجع فيها طبيب المختص. عندنا في السعودية أمر آخر وهو الحرمان من النوم وهو السهر، وهذا الحقيقة يعني وجد في المنطقة الغربية ربما أكثر من المنطقة الوسطى والشرقية، يعني الناس تسهر كثير حقيقة هنا، مما يجعلها تحرم من النوم، يعني ما ينام إلا 4 أو 5 ساعات في اليوم، وهذا طبعا له مشاكل الصحية على القلب وعلى الضغط وعلى السكر. لكن المشكلة الأساسية ممكن أنه حوادث السيارات تنتج من قلة النوم، لأن الإنسان يكون يفقد تركيزه يقل. فإحنا ننصح أغلب الناس أنه لابد أنه ينام على عدد الساعات اللي هو يحتاجها، وقد وجد انه عدد الساعات اللي ينامها اغلب الانسان او يحتاجها ما بين 7 إلى 8 ساعات يوميا، سواء طبعا تفضل انها تكون في الليل، لكن حتى لو نام جزء او قيلولة في النهار ما في مشكلة، لكن هو اعرف هل يحتاج 7 أو 8 ساعات. فان نام اقل من ذلك طيب هذا حيقوده الى النعاس، حيصيب له ارق وحيقوده الى النعاس اثناء النهار وعدم اداء وظيفته بمهنية يعني ناجحة، لأنه حيكون مضطرب ذهنيا، بالإضافة أنه حيكون يعني في شكل غير مركز بسبب قلة النوم. فهذا طبعا لابد أنه الإنسان يعود إلى الطبيعة الأساسية بحيث أنه ينام مبكر إذا استطاع، وفي نفس الوقت ينام عدد الساعات الكافية. شكرا لك دكتور خالد، ويعطيك ألف عافية. الله يسلمكم إن شاء الله، وأهلا وسهلا. كانت معكم أخصائية التغذية العلاجية ميمونة محمود المرداوي من مستشفى مركز مكة الطبي.